سلام الله عليكم، تحياتي لكم. حالتين بيؤدوا لآلام في أسفل العمود الفقري. التشخيص صعب، مش بس للمواطن العادي، صعب للإخصائيين إن نفرق بين الحالتين هذول. حنحاول اليوم نعرف شو الحالتين، كيف نشخصهم، وكيف العلاج لكل حالة على حدة. أول حالة اللي هي الانزلاقات الغضروفية، الانزلاقات الغضروفية أو الانبعاج اللي بصير من الخلف، والانبعاج هذا في داخل الغضروف اللي هو بوقع بين الفقرات، كل فقرة والتانية في بينها غضاريف، وهاي الغضاريف بتكون على شكل وسادة، وسادة لينة اللي تمتص الاهتزازات، وهاي الوسادة بتكون محاطة في غشاء، وفي داخل الوسادة النواة تاعت الوسادة بتكون على شكل مادة هلامية. إذا صار انبعاج في الإطار الخارجي، في هاي الحالة بصير في عنا انزلاق أو انبعاج في الغضروف. هذا الانبعاج حيعطي آلام بسبب إنه الانبعاج نفسه حيضغط على الأعصاب الفرعية اللي بتخرج من النخاع الشوكي، يا إما بتضغط على اليمين وهون بنحس في الأعراض بتيجي على الجهة اليمين، أو الضغط بيكون على الشمال وبنحس في الأعراض بتيجي على المنطقة الشمال من الحوض، وممكن تنزل على الرجلين حسب الضغط على العصب، لأنها شغلات عصبية. إذا بنحكي عن عصب معناته حينزل الألم على امتداد العصب الوركي. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي هي حتعطينا نفس الأعراض، آلام يا إما بتكون على اليمين يا إما بتكون على الشمال، بس هاي الآلام بتكون حاصلة من المفصل اللي بربط المنطقة العجزية من العمود الفقري اللي هي 4 ل5 فقرات، وهي بتكون ملتحمة، ما بيكون فيها غضاريف ولا انبعاجات. فهاي المنطقة أو هذا المفصل إذا شايفينه من الأمام بيكون في المنطقة هاي من الجهة الشمال ومن الجهة اليمين، من الخلف بيكون في المنطقة اللي هون على اليمين وعلى الشمال. هذه المفاصل زي أي مفاصل تانية بصير فيها خشونة، بصير فيها عدم ثبات، بصير تمزق في الأربطة المحيطة في المفصلات، بصير في عنا تمزق في العضلات، وهذا كمان بعطي آلام. أنا بشكل بسيط كيف ممكن أقدر أميز إنه هي المشكلة عصبية، ضغط على العصب نتيجة الانبعاج، أو هي المشكلة التهابات حادة مزمنة في هذه المفاصل؟ أول شيء الأعراض، الانزلاقات الغضروفية أو الانبعاجات الغضروفية بتعطي أعراض مفاجئة، نتيجة حملة غلط، نتيجة قعدة غلط لفترة طويلة، نتيجة عطسة، نتيجة شغلة ميكانيكية حركية عملناها، هاي الحركة أدت لانبعاج الغضروف للخلف، وهون بصير في عندنا الأعراض. الأعراض بتكون يا إما على اليمين يا إما على الشمال أو على الجهتين في كل العمود الفقري، بس بتتميز إنه فيها أعراض عصبية، يعني في عندنا نمنمة أو تنميل، في عندنا خضران، في عندنا آلام، مش فقط في منطقة العمود الفقري. الآلام هذه بتروح على الخاصرة اليمين أو الخاصرة الشمال، يا إما بتنزل من الخاصرة على الإجر اليمين لفوق الركبة من الخلف، أو ممكن في بعض الأحيان من الأمام حسب أي عصب مضغوط من العصب الوركي، لأنه في عندنا عدة تفرعات، يا إما الآلام هذه بتنزل من تحت الركبة لعضلات البطة من الخلف، وانقباضات حادة بصاحب الآلام هذه غير النمنمي والخضران، يا إما بتوصل لروس الأصابع وبصير في عنا ضعف في العضلات وعدم قدرة على الحركة وعلى المشي أو على رفع إجرينا وإحنا ماشيين بالشكل الطبيعي، فبصير عنا حالة دروب فيت أو سقوط للقدم. هاي نتيجة عصبية ناتجة عن الانزلاق الغضروفي. الحالة الثانية بتصير الآلام بتكون موضعية فقط في منطقة الظهر، ممكن تكون أكثر على اليمين، ممكن تكون أكثر على الشمال، ممكن تكون نازلة على الفخذ من الخلف شوية، بس مش مستحيل توصل لها تحت الركبة، لأنه هاي أعراض مفاصل، يعني التهاب في المفاصل، مشاكل في المفاصل،
تحت العمود الفقري، ففي هاي الحالة بتكون الأعراض موضعية. هلا هذا بالنسبة للتاريخ تاعها، بيكون طبعا هاي المفاصل يا إما بعد حمل أو بعد عملية ولادة، أو كنت ماشي وإجر من إجري فكزات، أو ما قدرتش أوقف على إجر وحدي بشكل صح. ففي هاي الحالة عشان أخفف من الآلام بحاول أنقل الثقل من المنطقة المصابة، من المفصل المصاب، على الإجر الثاني، وخفف الحمل على الإجر. فمشيتي حتختلف، وضع العمود الفقري حيختلف، غير الأعراض هذه. وهي ما بتيجي بشكل فجائي إلا إذا كان في عندي حادث سيارة، أو في عندي وقوع على منطقة العصعوص، أو يعني ضربة قوية تؤدي لمشكلة وتمزقات في المفصل، أو بيكون الموضوع مزمن، يعني صار له فترة والآلام الحادة هذه صار لها فترة معي بس ما بتنزل على الرجلين، ما بتعطيني أعراض أعصاب زي اللي حاصل في الانزلاق الغضروفي اللي هو ضغط على العصب مباشرة، يعني النمنمة خضران ما بلاحظها في هاي الأعراض إلا إذا التهاب المفصل والعضلات كان كبير، وهذا بيكون ضاغط كمان على العصب الوركي، ففي هاي الحالة بيكون في عنا الأعراض العصبية هذه. طيب أنا كيف ممكن هلا من ناحية الهيستوري أخذناها وعرفنا شو وين تهاي بتيجي وين تهاي بتيجي وكيف الأعراض وكيف الأعراض، بس بشكل عملي بننتقل هلا للناحية العملية للتشخيص. هلا إذا كان معي انزلاق غضروفي، يعني في ديسك بطلع وبرجع، بضغط وبرد برجع، يعني الآلام بتكون متقطعة والأعراض متقطعة حسب الحركة، حركة العمود الفقري، لأنه حركة العمود الفقري بالانحناء، في حال عندي ديسك لما أحني حالي بحس في الألم في منطقة الظهر، بحس في الألم نزل على الإجر على اليمين، بحس في الألم نزل لتحت، ولما أرد أرجع لوضعية الوقوف بحس إنه الألم شوي خف من الرجل، بس في عندي عملية يعني ضغط ومش قادر أسند طولي بشكل مباشر، فبحس إنه في إشي مانعني إني أوقف مظبوط، بدي أكمل حركة شوي شوي عبين ما أرجع أوقف بالوضعية الصحيحة. هلا إذا عدت الحركة هذه 10 مرات، مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، في هاي الحالة الانزلاق بزيد، الضغط على العصب بزيد، يعني الأعراض بتصير تزيد في منطقة الرجلين، ممكن تخف في منطقة الظهر بس هحس فيها في منطقة الفخذ، هحس فيها ممكن تحت مفصل الركبة لتحت شوية، وهي الأعراض بتكون متواصلة في حالة الانحناء. إذا بدي أعمل فحص تاني بحط إيدي لورا، بصير أرجع لورا، أول حركة بتكون صعبة شوية، ثاني حركة بتكون يعني شوية بتصير تخف، ثالث حركة بتصير مع عملية الحركات المتتالية. هذا بالنسبة للانزلاق الغضروفي. بالنسبة للمفاصل والتهاب المفاصل والسي اي جوينت، في هاي الحالة أنا إذا حنيت حالي لقدام بشعر في راحة شوية، إذا رفعت حالي لفوق برد الألم بيكون نفس الشيء، برد بحني حالي بحس براحة، برد برفع الألم هو في نفس الوضعية، ما اختلفنا من ناحية الأعراض، يعني الأعراض ثابتة لا بتروح ولا بتيجي، لا بتطلع من الرجل ولا بتنزل على الرجل. في هاي الحالة بشك إنه الموضوع مفاصل وعضلات حوالين المفصلات. طيب بالنسبة للعلاج، العلاج للحالتين هدول، أول علاج بده يكون في الكمادات المياه الساخنة ربع ساعة مرتين لثلاثة في اليوم على منطقة الألم. بعد الكمادات المياه الساخنة بنجيب زيت زيتون، بنحط عليه شوية خل، ملعقتين ثلاثة من الخل، وبنعمل عملية تدليك أو مساج لمنطقة الحوض من الخلف، لمنطقة الرجلين من الخلف، والضغوطات لازم تكون قوية في خلال المساج على المناطق المؤلمة. وهذا نفس الحل ممكن بيساعد في عملية الانزلاقات الغضروفية، لأنه الانزلاق الغضروفي والانبعاج والآلام هذه اللي بتنزل على الرجلين بتبعها تشنجات قوية في العضلات، عضلات أسفل الظهر. ففي هاي الحالة المساج والمياه الساخنة حتخفف الأعراض عند الحالتين.
بظل المرحلة الثالثة من العلاج اللي هي التمارين الحركية.